عسلامة مدام. عسلامة. بس الحمد لله عجبك. قد منا روح. أنا مواطنة اسمي فضيلة نسكن تونسية. مرحبا. عايشك بيك عايشك. نعرفوا أنه رمضان معروف باللمة. أي ونعم أي معروف باللمة أي وبصلة الرحم ومعروف بال تقرب لله ولا كل شيء أي بزية تقرب ركعة وبزية قراءة القرآن والحمد لله وإن شاء الله ربي يعاوننا عليه وإن شاء الله ربي يعطي يعني عايشك عايش بنتي. العباد اللي ما يحكوش مع بعضهم والمشاكل اللي فرقتهم شو باش نقول كل حاجة برك ربي يهدي ربي يهدي وربي يحن القلوب خاطر ربي هو اللي قادر باش يلم الشمل كيما بعده كيما ربي قادر باش يلم سبحانه وتعالى ربي هو ربي يهدي نقول انا ما نحبش ماذا بيا لا اما ان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا ويحنن قلوبنا على بعضنا وواحد يزور نرجعوا نزوروا بعضنا نرجعوا الجيران ونرجعوا الفامي وربي يهدي ديما نقول ربي يهدي خاطر هذه الحاجه الوحيده اللي كان ربي سبحانه هو اللي تعالى اللي قادر باش يلم وكل واحد يرجع لاصلو وكل واحد كما يقولوا فيك يجيب شي يعمل حاجة يفكر القدام باش ما يوصلش يجرح الآخر باش ما ياخدش عليه كما نقولوا موقف وربي يهدينا على بعضنا. خاف أنت تجرح العباد؟ أنا خاطر أنا العبد لله أنا كلمة تجرحني كلمة تجرحني دونك أنا ما نجرحش العبد هذاك علاش حتى كي نوصل باش نتكلم أي إنسان ما نجرحوش خاطر نعرف هذيك تجرح ما نجرحش خاطر نعرف أنا مش كان بالسب ولا لا 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 حتى بالكلمة الخايبة زادا ما نجرحش العبد خاطر نعرف أنا تجرح به أنا ما تقوليش كلمة خايبة وما نحبش أنا ديجا أنا بدي ما نقولش الكلام الخايب على خاطر يجرح ويقعد ما صعيب اللي باش صعيب باش تنساه صعيب ياسر باش تنساها انا عبد جرحني صعيب باش ننساه انا معناتها هو العبد القوي ربي قال سبحانه وتعالى العبد القوي اللي يغفر وينسى اما الكلمه تجرح يوقات فهمت وهذاك علاش انا ما نجرحش العبد نحاول ماذا بيا ما نجرحش العبد انت في كلامك تحاول توزن كلامك قد صح نحاول نوزن كلامي حتى الكلمه كي نخرجها قبل ما ننطق بها اذا نشوف على روحي معناتها تنطبق عليا ما تنطبقش عليا حتى للانسان الاخر ما تنطبقش عليه ما نقولهاش نحسب في كلامك مش نحسب كيفاش نحب نقول هنا مش نحسب كلامي نحب ماذا بي ماني قلت لك ما نجرحش العبد ما نقولش الكلام اللي يجيك اعتياباتي انا تغش عليك نقول لا ما نحبش عبيد انت متغش عليهم جرحوك حسيت بيك هكاك نفس كما قلت لك انا هكاك فما عباد وربي يهديهم وربي يهدينا على بعضنا فما عباد شرف حكيت ما تنسيش لكن تصورك تنجم تسامح نسامح اما ما ننساش خاطر باش تسامح حاجه انت جرحتني نتعدى نكلمك ما يسالش اما تقعد ديما في قلبي تقعد ديما انا غالب فما هي نوع من العباد هذوما هي خايبه شويه خاطر هالشدان خايب شويه هو الله غالب مش هكا النوع انا علاش قلت لك انا ما نجرحش العبد على خاطر انا ما نوصلش نجرح العبد كي عبد يجرحني تقعد في قلبي ما تنساش فيسا وربي يهدينا على بعضنا ديما نقول ربي يهدينا على بعضنا والله وراس بنتي ديما نقول ربي يهدينا وربي ان شاء الله اعز حاجه ربي يهدينا على بعضنا ان شاء الله حسيتك باش تبكي ما هيك هكاك نحب ما نحبش انا والله لا نحبه معناتها هكايا من نبعدوا على بعضنا ولا كل ما نحبش خاطر هذاك علاش ما فما عباد يلزوك ساعات يلزك العبد باش تتصرف تصرف هذاك وانا انا مثلا نوعي انا ما نحبش فما او تتجنب اكيد نتجنب ونبعد ما نحبش حتى اللمه عش حب اللمه باش من عش حب وليت خايفه حتى من لمه العباد ونخاف من حكينا على رمضان وحكينا على اللمه انت ما عادش تحب اللمه هو فما لمات كي تبدا صافيه و
فما لمات كي تبدا صافيه، فما لمات كي تبدا على نيه صافيه، على لمه، على محبه. انا كي نقعد معاك انا نعرفك انت قلبك شنو، نقعد ما يسالش. اما كي وليت باش نقعد باش نوصل انا، نوصل انا نشك فيك، ولا كي باش نحكي معاك منشني مرتاحه، دونك نبعد خي، نبدا بعيده خي. برشا عباد بعدت عليهم؟ مش برشا، ما يفهم مش برشا، لا مش برشا مش برشا، اما فهم اما فهم اما فما تجنبا المشاكل الكل، تجنب المشاكل. خاطر ماني قلت لك مش الناس الكل كيما انت، انا نجم نقعد مع حد للصباح ونحب اللمه، وقت اللي يبدا قلب صافي وبيناتنا لمه لحمه باهيه وقلب صافي. مي كي يبدا فما عباد ما تتواصلش معاك، دونك نبعد اخي. ساعات انه تفضل انك تفضل الوحده خير، وحدك. انا تواجهتني ظرف وليت نفضل الوحده والقران، ونشد نقرا على روحي وصلاتي ونتذرع لربي، خاطر انا تعديت بمرحله خايبه، وفاه ولدي اكلي اثرت فيا برشا، الله يرحمه. عيشك عيش وترحم. دونك ما عادش نحب، ماذا بينا بعد ننزوي اكثر باش نرجع لربي، باش نزيد لي نقرا له هو حتى ما تيسر من القران ويمشي له صدقه. نحب حتى كي نقعد مع حد كي نحكي معاه يفهمني، ما نحبش انك ما نحبش نحكي في مواضيع تافهه، ونحب كي نقعد مع حد نستفاد منه حتى بمعلومته بقعدته زاده، ما نحبش نقعد مع حد هكاك ما نربح منه حتى شيء. فهمت هذاك علاش وليت ساعات. اما كي تبدا لما كيما قلت لك باهيه وفمي وعلى قلب صافي، مرحبا به. هذه هو رمضان، هذا الشيء يحبه هكا، نحبوا اللمه. ديجا انا بيدي ماشيه ضيفه اليوم، من اول نهار في رمضان ماشيه ضيفه اليوم، على خاطر اللمه وعلى خاطر كل شيء. فهمت. خلي لك كلمه ختام. كلمه ختام شهر رمضان مبروك على جميع الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله مبروك علينا، وإنت إن شاء الله مبروك عليكم. يعيشك يبارك لكم وربي يحفظكم ويسترنا إن شاء الله. شنو تحب تقول للعبيد على اللمة وعلى اللمة؟ ماذا بيا ماني قلت لك كي تبدا لمة صافية تحب تنصحهم؟ ننصحهم، هي اللمة باهية، راهو صلة الرحم باهية، في تكون قلب صافي وتستفاد منهم بمعلومة باهية اللي تقربك لربي، اللي تقربك للخير. حمسو الحمد لله، وان شاء الله ربي معاكم وربي يبارك لكم والحمد لله. صافا سلم على عائلتي كلهم كلهم فردا فردا، نسلم على راجلي، نسلم على جماعه راجلي، نسلم على اخواتي، نسلم على جماعتنا الكل كل 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 من اللي يعرفني في المروج، في المحمديه، في جابس، في بن عروس. جابس انت دي جابسيه، هذوما الكل نسلم عليهم. من شكون يعرف فضيله نسلم عليهم. ان شاء الله رمضان ومبروك، وان شاء الله ربي يحنن قلوبنا على بعضنا، وان شاء الله ربي اللي عندنا حاجه نحيوها، ان شاء الله ربي كما يقولوا اللي عنده غش على حد ينحيه، ان شاء الله اللي ناوي ربي الخير كل بنيه ربي قوي يساعدها، كل واحد يقرا ان شاء الله ربي ينجحه، كل مريض ربي يشفيه، وان شاء الله رمضان مبروك علينا، وان شاء الله ربي يلطف بينا في الغلاء المعيشه، ونجموا باش نشريوا الحاجه باش نجموا وان شاء الله ربي معانا ومعاكم. يعيشك.